السلام عليكم متابعي قناتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما ان الفيديو ديالي يلقاكم في احوال جيده. قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نذكركم لاباج ديالي على فيسبوك ولاباج ديالي على انستغرام، الناس اللي بغاو يتواصلوا معايا، وايضا اللي بغاو يتعرفوا على الجديد ديال القناه ديالي، خصوصا الناس اللي ما كيتوصلوش يعني باشعارات من قبل اليوتيوب. فالجديد ديالي او ملي كنبغي ننزل شي فيديو فضروري ما كنديرها في لاباج انستغرام او لاباج فيسبوك. المهم الفيديو ديال اليوم غادي يكون شويه مختلف، غندير لكم فيه واحد واحد الشقه نموذجيه. انا ما غنقول لكم لا فين لا بشحال لا حتى شي حاجه، ما نعطيكم لا ادريس لا حتى شي حاجه. انا صورتها فقط باش تاخذوا فيه منها افكار للديكور. مشينا مع واحد الناس من العائله يعني بغاو ياخذوا الراي ديالنا في هذه الشقه النموذجيه. الشقق النموذجيه الناس اللي ما عارفينش يعني اوكاو كتكون مثلا اي عماره ولا مجمع سكني ملي كيبغي يتبنى كيديروا واحد الشقه نموذجيه باش كيشوفوا الناس الشقه ملي كتفرج وكياخذوا افكار حتى هما. المهم حنا ملي مشينا عجبتني هاد الشقه، كيفاش دايرين ليها الالوان اللي دايرين ليها، كيفاش مفرشه، كيف ما شفتوا يعني الصالون الالوان اللي دايرين فيه، دايرين فيه الوان هادئه وقاسمينه على جوج، جهه ديال الصالون وجهه الا بغيتي تجلس مثلا قدام لا تيليفزيون داير فيه واحد الفوتوي اللي هو مريح وزوين. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بيت الناس حتى هو عجبني الشكل ديالو، واخا صغير يعني مصوب بواحد الطريقه اللي هي زوينه، ودايرين فيه البابي بان. انا كتعجبني هاد الفكره ديال البابي بان اللي كديرها في حيط واحد، انا دايره هنا في بيت الناس ديالي كيجي غزال، كدير جهه راس يعني حيط واحد مثلا يقدر يكون تيت دو لي كديري فيه مثلا البابي با والحيط الفرن كديري فيهم صباغه عاديه، كيجي فريمون البيت غزال، وكديري فيه بحال يعني كديري فيه واحد ديزاين واحد الشكل يعني سا شونج، كتغيري فريمون كيتبدل البيت كامل. اللي بغيت نقول لكم ايضا بالنسبه للكوزينه، نهضروا على الكوزينه. واحد المتابعه كانت قالت لي انها بغات تصاوب يعني الكوزينه وبغات دير الرخام اولا الكرانيت فوق البوطاجي او في الحيط. فهاي الفكره كيف ما كتشوفي قدامك هاي مصاوبينها. هي دابا ولات لا طوندونس اولا كيف ما كنقولوا هي الموضه اللي ولات، اما الرخام اما الكرانيت على حساب كديري في البوطاجي وكدوزي على الحيط كامل كيكون تحت البلاكارات. كتجي فكره زوينه، كتجي فكره يعني انيقه، وكتجي حتى بالنسبه مثلا بالنسبه يعني ليطاش وداكشي. ولكن انا شخصيا كنفضل يعني الجرانيت، هذا اللي مدايرين هنا رخام، انا شخصيا كنفضل الجرانيت لانه كيتحمل اكثر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا المهم سمحوا لي يعني كنحاول نزرب لان ما يعني ما كانش عندي الوقت بزاف، وحيت كانوا الناس كيتفرجوا داكشي فالبلاصه اللي كتبان ليا كتعمر كنحيد دغيا الكاميرا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا نفس الفكره ديال بابي بان اللي كانت في بيت النعاس الرئيسيه، دايرينها في غرفه الاطفال كيف ما كتشوفوا، حيط واحد اللي دايرين ليه بابي بان والحيط الاخر دايرين فيه صباغه عاديه بلاكار عادي زوين. اللي عجبني انه داك التناسق في الالوان، بحال دابا اللون ديال لي بلاكار مع اللون الالوان ديال لي مابل مع يعني داك الفراش اللي كاين يعني في لابارتمون، وايضا هذاك الرخام اللي دايرين هما في الارض. هما دايرين الرخام، تقدروا نتوما ديروا الجلي اللي داير بحال الرخام حتى هو كيجي غزال، خصوصا الا خدتو البرومي شوا اولا الا خدتو جلي اللي داير بحال الباركي اللي عنده الافي ديال الباركي، دابا راه ولا متواجد في الاسواق وفي عده الوان. ايضا اللي بغيت نقول لكم ان الخوامي يعني حاولوا تحرصوا ان الخوامي يكونوا خوامي اللي خفاف وكيدخلوا الضوء، خصوصا ملي كتكون مثلا لابارتمون كتحسوا بها شويه معموقه، فدوك الالوان اللي كيدخلوا الضوء ففريمون كيبهجوا الدار وكيعطيوها واحد ليفي زوين، خصوصا ملي كتكون الصباغه بارده. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غرفه الجلوس حتى هي في هذاك الستيل ديال بابي بان في حيط واحد، والفوتويا يعني ملي كيجي اللون ديالو غري عادي بحال كيغابي ديال بابي بان، ولاعبين في الالوان، مدخلين شويه ديال الخزي، مدخلين شويه ديال الصفار، يعني كتقدر تلعب بالالوان كيف ما بغيتي. هنا نرجعوا للكوزينه اللي بغيت نقول لكم، هما البيبان ديال ام دي اف اللي كانوا سولوني عليهم الناس. هاد البيبان ديال ام دي اف فيهم عده اشكال، هاد الشكل هذا اللي دايرين كنظن الشكل اللي كيكون مضاد للماء ومضاد للحشرات، حيت كاين الشكل العادي وكاين هاد الشكل تيكون تريتي مضاد للماء يعني ما واخا تكبي عليه الماء ما كيطرى ليه والو، ومضاد ايضا للحشرات. اللي عجبني ايضا الموبل اللي بغيت نصور لكم، الموبل اللي تيكون في الحمام وهما دايرينهم بجوجهم في الحمامات بجوج، تيكونوا مهزوزين من الارض يعني ملي كيكون الماء بالمهزوز من الارض كيعطيك واحد
كيعطيك واحد لافي ديال ان ديك البلاصه كبيره، ماشي بحال ملي كيكون هبط حتى للارض بحال كيصغر لك شويه المساحه. فريمون كيجي زوين. وايضا تشوفوا حتى اللوينات اللي مستخدمين في الحمام، عجبني هنايا هذا لو غري كيفاش مصاوبينه مع ديك الجهه اللي في البيج، وهذاك الفاس كعجبني اللي مقنت. فالدار كلها في هذاك لو غري مع لو بيج مع شويه ديال الخزي. هنا كيف ما كتشوفوا راه البيت غير صغير، ودايرين فيه الماريو والبيغو وهذيك لا كوموند، كلشي على العبارات، كلشي على العبارات. البنات تحاولوا دائما ان لي موبل لي فوتوي تشوفوا العبارات اللي بغيتو نتوما، ما تبقاوش غادي في العبارات ستوندار بحال دابا 80، ما تمشيش في 80، ديري 75، ديري 60، 65 على حسب العبار اللي غيوالمك واللي ما غيشارجيش لك يعني اللي ما غيشارجيش لك الدار. ديما الفراش والعبار ديال الفراش ملي تيكون صغير الدار كتبان كبيره ومهويه. فكنتمنى متابعي قناتي ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. كما العاده كنقول للناس اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي تابوناو ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد. كنتسنى التعليق ديالكم ولا لايك ديالكم، وغنقول لكم بسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد على قناتي.